لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهي ذي العشرة قد شارفت على الرحيل وقاربت على الزوال، والسؤال الآن: ماذا تغير فيك؟ أوشكت العشرة أن تنقضي، وأوشكت معها أخطر رحلة أن تنقضي. إنها كانت رحلة بحث عن أخطر ما فيك، عن الذي صلاح جسدك بصلاحه وفساده بفساده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ترى هل وجدت قلبك؟ هل صرت تحن وتشتاق للقيام بين يدي الله؟ هل تألم وتتوجع إذا فاتتك ركعة لله سبحانه؟ أم ماذا؟ هل صار قلبك معلقا بالصلاة والقيام بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أحبابي، إن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، فهل شعرتم أنكم قد ازددتم حياة؟ الحياة هي حياة القلوب، ولذا وصف الله سبحانه وتعالى الكفار بالأموات، ووصف أهل الإيمان بالأحياء، فقال كما سمعتم في سورة الأنعام: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. عباد الله، حياة القلب لها أسباب، فمن أعظم أسباب حياة القلب معرفة الله سبحانه وتعالى، فكلما ازداد الإنسان معرفة بالله سبحانه وتعالى كلما لان قلبه وخضع وذل. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله، ولذا كان هو أخشى الناس لله صلى الله عليه وسلم، كما قال: أما إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده، كما قال الله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكلما كان القلب بعيدا عن الله كلما غلظ حجابه وقسى، ولذا صارت قلوب الكفار في منتهى القسوة، كما قال الله سبحانه عن اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. سبحان الله، وصف الله الكفار بأنهم ما قدروا عظمته،
فقال الله سبحانه: ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. كما قال قتادة: ما قدروا الله حق عظمته إذ أشركوا به سبحانه وتعالى. النعيم والحياة والأنس والراحة في تمام المعرفة بالله سبحانه وتعالى، والقسوة والجرأة على محارم الله والعياذ بالله في الجهل بالله سبحانه وتعالى ومخالفة أمره، كما قال الله سبحانه: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. كما قال ابن جرير شيخ المفسرين: ما مختصره عليه رحمة الله وجعلنا قلوبهم قاسية، قال أي قال قسية، منزوعة الخير، منزوعة التوفيق. ولما كانت منزوعة التوفيق عمدوا إلى آيات الله فحرفوها، كما قال الله: وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذا تراه في هذا الزمان في كل من لم يعرف الله عز وجل حق معرفته، له جرأة، له جرأة على تحريف آيات الله. قال الله في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ما الذي بعدها؟ ما الذي بعدها؟ فقنا عذاب النار. إنهم يرون أن حكمته لا تليق به ألا يجازى أهل الإحسان على إحسانهم وألا يجازى أهل الإساءة على إساءتهم، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. إنهم يرون أن حكمة الله تأبى أن يخلق الناس ولا يؤمروا ولا ينهوا ولا يجازى أهل الإحسان على إحسانهم ولا يجازى أهل الإساءة على إساءتهم. قال الله: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت. ما أجهلهم بالله، والله ما أجهلهم بالله. من يقول أنه يمكن أن لا تكون هناك نار فهذا لم يعرف الله حق معرفته، لم يعرف حكمة الله، لم يعرف عدل الله سبحانه وتعالى الذي يأبى ألا ينتصر من الظالم للمظلوم، وأن يسوى بين القاتل والمقتول وبين الجلاد والضحية. سبحان الله، انظروا إلى عظمة القرآن، كان فيه رد على كل الشبهات لو أننا أعطيناه حقه من تدبره وتأمله. سبحان الله، والله ينص العلماء في مثل هذه الآيات التي ذكرتها سبحانك فقنا عذاب النار، ينصون على أن هذا يشير إلى أن حكمة الله وأن خلق الله عز وجل للسماوات والأرض بالحق يلزم منه أن يأمر وينهى وأن يثيب وأن يعاقب سبحانه وتعالى. الله عز وجل أخبر وخبره صدق بما سيكون. يا إخوة، هذا يسمى خبر حتى في الأصول، ودي بره الموضوع، بس لما يتكلم المحققين يقولوا النسخ لا يكون في الخبر، النسخ لا يكون في الخبر، هذا في الأحكام، صلي ثم كذا، الخمر تمر، أما الخبر إذا أخبر الله خبرا لا يخلف وإلا سيكون كذبا. فإذا أخبر الله أنهم يصطرخون فيها، إذا أخبر الله ونادوا يا مالك
ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. إذا أخبر إذا أخبر. ولذا يذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله أن هذا متفق عليه بين كل أهل الملل، لأن الله ورسله أخبروا بذلك، وخبر الله ورسله لا يخلف. من أسباب حياة القلوب، وهذا لعلكم وجدتموه إن شاء الله، اللهم افتح علينا رحماتك، اللهم افتح علينا رحماتك، لعلكم والله من أعظم أسباب حياة القلوب الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة من أعظم أسباب الحياة والنعيم. والخشوع كما قال شيخ الإسلام يتضمن معنيين: الأول التواضع والذل، والثاني السكون والطمأنينة. ذل إخباد من في القلوب، في الهيئة سكون عدم عبث طمأنينة. الخشوع يتضمن هذا وهذا، والأصل في القلب، لو خشع القلب لابد وأن تخشع الجوارح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. هذا في مسلم، وزاد أحمد: وما استقلت به قدماي لله رب العالمين. إذا خشع القلب، أنا حزين صراحة إن إحنا هذه لذة، كيف يواتينا القلب إن إحنا ننشغل بهاتف، ننشغل بشيء، والصلاة بدأت، أنت حاجتين ما لهمش تالت، يا بتصلي يا بتتوضى. أنت الفرصة هنا العشرة دول مطلوب تبقى حاجة تانية، يعني يراد ان انت تبقى انسان تاني. خلاص، اياك ان يواتيك قلبك ان ترى السائرين الى الله وانت واقف، يسيرون الى الله، يقفون بين يديه، هاتف شيء، نخرج برا، نقضي، نتكلم، ابدا. او بعض الناس كما كنا نرى في بعض الاعتكافات ينتظر حتى ما اذا أوشك الإمام أو ركع الإمام قام فركع، الأمر ليس كذلك. الحكمة أن تعتاد، أن تألف، أن تخشع، أن يلين قلبك، أن ترزق هذه النعمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الخشوع يخلي الصلاة لها ميزان عجيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في العبد إذا قام إلى الصلاة وأثنى على الله ومجده بالذي هو له أهل، بص الحديث، وفرغ قلبه لله. خشوع، إقبال، وفرغ قلبه لله، إلا انصرف من صلاته كهيئته يوم ولدته أمه. حديث مسلم، حديث صحيح كله. وفرغ قلبه لله إلا انصرف من صلاته كهيئته يوم ولدته. ما انتوا حافظين الحديث، حديث عثمان: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الثالث: من صلى ركعتين مقبلا عليهما بوجهه وقلبه إلا وجبت له الجنة. والعكس بالعكس، مع عدم الخشوع تبقى الصلاة ملهاش وزن. حديث حسنه الشيخ الألباني مرعب، والله مرعب، إن الرجل لا يصلي 60 سنة ولا تقبل له صلاة. افتكرت إن احنا كنا مع شيخنا الشيخ ياسر من 2 أو 3 هنا، لما قريت الحديث ده افتكرت. فكان
الشيخ بيحكي قصة أخت ماتت رحمها الله، فواحدة تانية شافتها في المنام بتقول لها إيه؟ بتقول لها أنا ما لقيتش الصلاة، ما لقيتش الصلاة. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، إن الرجل ينصرف من صلاته وليس له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، حتى وصل إلى أن قال عشرها، صلى الله عليه وسلم. والحديث التالي ده لا يقبل، ده شيء مرعب. فالصلاة تثقل جدا بالخشوع، تخف بضياعه، تصير قليلة الأجر كلما قل خشوعك فيها. سبحان الله، الإنسان إذا خشع صارت قرة عينه. ابن القيم رحمه الله بيقول الصلاة عشان تبقى قرة عين لازم الإنسان يبقى له فيها 6 مشاهد. احنا بحكم البشرية لازم هيبقى فيه شوية وشوية شوية، ويتيق قلبك وشوية، لأ حكم البشرية، بس لابد أن تجاهد، لابد أن تعتصم بربك. كل خير مفاتحه بيده سبحانه وتعالى، كل توفيق منه سبحانه. أعظم الرغبة فيه، تعلق واضرع واسأل، ما تعرفش ربنا هيفتح لك إمتى. المهم يقول ابن القيم أن الصلاة كي التي هي قرة العين يكون للعبد فيها 6 مشاهد. المشهد الأول مشهد الإخلاص، وأنه ما قام إليها إلا حبا لله وطاعة له وإرادة لوجهه وتعظيما له سبحانه وتعالى. المشهد الثاني مشهد الصدق والنصح، أن يصدق في تفريغ قلبه من الشواغل والصوارف، أن يجتهد صدق ونصح في أن يأتي بظاهرها وباطنها. ظاهرها أفعال وأقوال، وباطنها أحوال قلوب. أنت في ظاهر هتركع هتعمل، ظاهر هتنطق هتقرأ، باطن أحوال أخرى. المشهد الثالث المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان. ستسأل في قبرك عن الرجل الذي بعث فيه، ستسأل عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن يقلد أحدا في خلاف ما أتى به الرسول فيا حسرته. متابعة. المشهد الرابع وهو مشهد عجيب، مشهد الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، أن تستحضر علوه على عرشه وتدبيره لمملكته، وأن حاجات العباد صاعدة إليه فيقضي فيها بما شاء، تشاهده ملكا حيا قيوما سميعا بصيرا، يحب ويبغض سبحانه وتعالى، يرفع ويخفض، يتصرف في ملكه بما يشاء سبحانه. مشهد الإحسان يورث الحياء من الله والمراقبة والذل والإنابة والإخبات. يا رب افتح علينا من فضلك يا رب العالمين. المشهد اللي بعد كده مشهد عظيم جدا، مشهد المنة، أنه أقامك بين يديك. ممكن يجي لك أي حاجة تشغلك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، كما كان الصحابة يرجزون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يحدونهم يقولون والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صدقنا. تستشعر المنة، منة ربنا عليك سبحانه وتعالى.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء أهل الجنة بعد أن يدخلوا الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين. يقولونها صريحة، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا المشهد يزيل من قلبك العجب. أنا عملت، أنا صليت، شعورك بقى أن أنت صليت كتير وما كنتش بتلعب زي غيرك، لا، يروح من قلبك العجب. وهنا تضيف النعمة والمنة لمن يستحقها سبحانه وتعالى. كده كم مشهد؟ الأخير مشهد التقصير، وأنك مهما فعلت فلن تشكر الله حق شكره سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قلنا: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يبقى دول سببين من أسباب حياة القلوب: معرفة الله بأسمائه، والثاني الخشوع. هنذكر رؤوس أقلام لأن الوقت انتهى. السبب الثالث وهو من أهم الأسباب دعاء الله، أن تسأل الله أن يرزقك قلبا خاشعا، وأن تستعيذ بالله عز وجل من قلب لا يخشع كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. دوام الافتقار واللجأ إلى الله سبحانه وتعالى أقصر الأبواب إلى الله. شوف سيدنا يوسف كده بيفتقر ويقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. يعني لعلنا في موطن آخر نتم هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الإخوة الأفاضل، يعني ممكن تكون الليلة دي آخر ليلة أو الليلة اللي جاية، فأحسن الختام، فالأعمال بالخواتيم. نسعى لأن نتخلص من أسر الشهوات والرغبات والعادات والمألوفات. من يدري لعلها تكون ليلتك لله فيه عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي رمضان. انسى اللي جنبك وانسى كل دول، خليك كده فكر في هذا، أن يعتق الله رقبتك. اللهم اعتق رقابنا أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.